هستأذنكم نروح لتقرير حول تواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44، المهرجان السينمائي الأكبر والأهم على مستوى القارة وعلى مستوى الوطن العربي بمشاركة 97 فيلم من 52 دولة. المهرجان شهد العرض الأول لفيلم 19 بالمشارك في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، وزميلتنا جمانة ماهر بالمناسبة عملت مجموعة من اللقاءات مع صناع وأبطال الفيلم. خلونا نشوف في من ضمن اللقاءات في 19 به أستاذ سيد رجب نجمنا العظيم أحمد خالد صالح الرائع أبطال فيلم 19 به. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم، النهارده كاميرا القناه الاولى معاكم من دار الاوبرا المصريه عشان ننقل لكم فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي في نسخته ال 44. طبعا ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بيكون في مسابقات عديده للافلام، من ضمن هذه المسابقات او من اهمها الحقيقه هي المسابقه الرسميه. هذه المسابقه مشترك فيها 15 فيلم من مختلف انحاء العالم، منها كمان فيلم مصري مشارك وهو الفيلم 19 به. فيلم 19 بيه الحقيقة مليان كده أحداث وشخصيات وفي نجوم كتير جدا، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنه من النجم الكبير اللي مشرفنا دلوقتي النجم سيد رجب. بنرحب بحضرتك يا فندم. الله يخليكي، ميرسي خالص. أولا أنا سعيدة جدا إن أنا يعني بأجري مع حضرتك هذا الحوار، وسيد رجب الحقيقة خلينا نقول توليفة مختلفة وواثق في نفسه ومتمكن جدا من أدواته، لدرجة إن لما جاله السيناريو لفيلم وشخصية ملهاش اسم قبل ودخل في الشخصية ويمكن أحداث مختلفة. كلمنا أكتر عن 19 به وعن شخصية سيد رجب في الفيلم. 19 به فيلم كنت بتمنى أن أنا أعمل حاجة مع الأستاذ أحمد عبد الله من زمان خالص، من أيام ميكروفون، لأن أنا عارف أنه مخرج بيحب يعمل أشياء غير مألوفة كسينما كوميرشال وحاجات كده، بيعمل تجارب مهمة، بيعمل مواضيع مهمة، فكنت نفسي أشتغل معاه. ولما جالي السيناريو أنا مش عمري ما فكرت في إن الشخصية ملهاش اسم قد ما أنا تأثرت بالسيناريو جدا، وحسيت بالفكرة الجميلة اللي كلنا عايشينها، هي فكرة الوحدة والخوف من المجهول وكل دوت، كلنا عايشين الحياة ديت. فاتبسطت قوي ان انا هقدر اعبر عن المشاعر ديت في الفيلم، فقبلت بسرعة جدا وبس. طيب النقطة دي يمكن او الموضوع ده ممكن ما يكونش موضوع جديد اتعمل قبل كده، لكن دايما مش لازم تكون الموضوع جديد او الفكرة جديدة، المهم ازاي بتقدم، ايه الجوانب او الزوايا اللي بتقدم من خلالها. عايز اعرف من حضرتك ايه الانجلز او ايه الزوايا اللي كنت حضرتك حريص ان انت تظهرها من خلال دورك في الفيلم. كنت حريص لان انا شفت الشخصية بتاعت الحارس، ولما قريت السيناريو كذا مرة وتناقشنا انا اكتشفت ان في جوانب من الراجل دوت، بجانب الطيبه وبجانب ان هو راجل مسالم مش عايز مشاكل، بجانب ان هو خايف من العالم الاخر ومش عايز يروح فيه وبتاع، بس هو بيحل مشاكله بطرق ممكن يكون غبي او ممكن يكون كذاب او ممكن يكون بيتصرف ضد اللي هو عايز يعمله. يعني علشان يطرد الناس من البيت فممكن يسيب الميه تغرق البيت تبوظ البيت او ممكن يكذب على الراجل بيسال عنده كلاب ولا لا، مع ان هو بيموت في الكلاب والقطط والحيوانات، وهما بيمثلوا ليه شويه الامان اللي هو مفتقده، وهو عايش يعني امانه نابع من حياتهم ومن وجودهم ومن علاقه بنته البسيطه. فهو اساسا ليه جوانب مش ذكي، غبي، في حاجه في الشخصيه كمان بنقول عليها كده بالشعبي بالمصري بيهب، يعني هو راجل بيهب على الفاضي، يعني ممكن يفضل مستحمل ومش قادر يواجه وخايف، وفجاه لمجرد ان حس ان في ظلم على الكلب او حس، فممكن يهب هبه جامده جدا ويبوظ الدنيا خالص ويبوظ علاقته بالدنيا وبعدين يرجع. فدي جوانب انسانيه
موجودة في كل إنسان، بس إزاي نبحث عنها في السيناريو ونلاقيها ونستخدمها إنها تساعدنا في عمل الشخصية الكاملة اللي احنا بنعمل. أخيرا وسريعا جدا، أنا عارفة أن حضرتك مستعجل، فضل. عايز أسألك بس عن ردود الأفعال عن 19 ب مشارك في المسابقة الرسمية ضمن 15 فيلم أجنبي، فعايز أعرف من حضرتك ردود الأفعال حتى الآن إيه؟ ردود الأفعال اللي جات لي من امبارح للنهاردة حاجة جميلة خالص، وحاجة بتشرفني وبتحسسني إن أنا إن أنت كنت شاطر إنك اخترت تشتغل في شغل زي دوت مع الأستاذ حفظي ومع الأستاذ أحمد عبد الله، ويا رب أكون نجحت. ولسه ردود الأفعال بتيجي، بس لغاية دلوقتي اللي جات لي بسطاني خالص. طب يا رب دايما. أنا سعيدة جدا الحقيقة أن أنا أجريت هذا الحوار مع حضرتك، كان نفسي طبعا نتكلم في حاجات أكتر كتير، لكن أكيد هيكون لنا لقاءات تانية. نورتنا وألف مبروك على الفيلم. ربنا يخليك، ميرسي خالص، متشكر جدا. ولسه كمان لقاءاتنا مستمرة مع نجوم فيلم 19 ب، الفيلم المصري المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 44. دلوقتي معنا شخصية عاملة شوية مشاكل في الفيلم. نجم أحمد خالد صالح، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل، مبسوطة قوي ان انا معاكم النهارده. انا مبسوطة اكتر، بس انا بقى عايزك تقولي عن ناصر اللي عامل مشاكل في كل حتة ده. لا، هو ناصر مش عامل مشاكل قوي، على قد ما هو ظروفه هي اللي حطاه في مشاكل، زي اغلبنا ان الظروف بتحطنا في وضع ما، واختياراتنا بقى هي اللي بتؤدي للنتيجة اللي بتحصل بعد كده، فهو ناصر نتيجة ظروف. طيب ناصر ايه بقى؟ يعني عبارة عن ايه؟ دوره ايه في الفيلم؟ دورك دور احمد خالد صالح في الفيلم ايه؟ دوره هو بيعمل كسايس، اسمه ناصر، عنده مشاكل، عنده ابعد بكتير من فكره ان هو مجرد سايس، وده من اكتر الحاجات اللي شدتني في الفيلم، هو فكره انه بني ادم، احنا بنشوف تركيبه بني ادم بابعاده، فده من اكتر الحاجات اللي كانت محمساني لناصر. ايه اكتر حاجه كانت صعبه، او اكتر حاجة كنت حابب ان انت تظهرها في شخصية ناصر؟ يعني ناصر يمكن شفنا شخصية السايس في كذا عمل، شفنا فكرة التركيبة الانسانية اللي فيها خير وشر موجودة في كذا عمل، بس اللي بيختلف واللي بيفرق فعلا طريقة التناول، او بيبقى في حتة معينة بتبقى عايز تظهرها. هي زي ما انت قلتي فعلا، هو ابعاده الانسانية، لانه اسهل حاجة ان الواحد او مش اسهل حاجة الابروتش بتاع انك تاخده من برا، انك تعمله من بره من غير ما تحاول انك تدخل جوه الشخصيه بجد، او تدخل جوه بعض الشخصيه، ودوت جزء من الرساله بتاعه الفيلم، هي فكره انك ما تاخدش حاجه من بره. احنا بنبقى فاكرين ان احنا عارفين حاجات، وفاكرين دي جمله لوحدها تخليك تفكر كتير، لانك فاكر انك عارف، بس في حقيقه الامر انت مش عارف، الصوره دايما ما بتبقاش كامله. صحيح. فالحكم من غير ما يبقى معاك صوره كامله، ومن غير ما يبقى معاك داتا انف وكافيه انك تعرف تحكم عليها، فده بيبقى غلط قوي. فده جزء من الفيلم، هو فكرة الحكم اللي من بره. أول ما جالك الورق، إيه اللي فكرت فيه؟ شفت إن الفيلم ممكن يكون شوية مختلف، يعني المخرج أحمد عبد الله شوية أفكاره بره الصندوق، ده حقيقي. مختلف، أفلامه مختلفة دايما، مش بتكون كوميرشال، يعني أفلام دايما ليها طابع معين كده. عايز أعرف منك، أول ما شفت الورق خفت؟ اتبسطت؟ قبلت على طول؟ فكرت؟ لا، اتبسطت جدا، يعني اول ما عرفت ان احمد عبد الله عايزني في فيلم، ده لوحده من غير ما اقرا الفيلم، ده لوحده حمسني، لان انا عارف نوعيه الافلام اللي هو بيحب يعملها، ونوعيه الحاجات المشاريع اللي هو بيحب يكتبها ويخرجها، فوجود مخرج هو اللي كاتب الفيلم ده بيبقى مريح قوي بالنسبه للممثل، وبيبقى محمس، لان هو عارف هو عاوز ايه بالظبط من الشخصيات بتاعته في الفيلم. فتحمست قوي قوي لما عرفت ان احمد عبد الله عايزني في الفيلم. لما قريت الورق لقيت فيه حاجه من الحاجات اللي انا بحب ان انا اعملها، وبحب ان انا الاقيها، او بحاول ان انا ادور عليها في الكاركترز اللي انا بعملها. مش طول الوقت بتبقى الفرصه موجوده ان الواحد يعمل. زي ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي كنت بتدور عليها؟ ابعاده كبني ادم، انك ما تشوفيش حد شرير، ما فيش حد بيور ايفل او بيور طيب، يعني ما فيش حد شرير في المطلق، ومفيش حد طيب في المطلق. بالظبط. ده للاسف ما بيبقاش طول الوقت متاح في الاعمال، اذا كان افلام او دراما، بيبقى قليل قوي لما يبقى اللي مكتوب تحسي ان انا شفت ده قبل كده. صح. او تبقى عندك مشاعر مختلطه، يعني مشهد تكرهيه جدا وتتنرفزي منه جدا، ومشهد تتعاطفي معاه، ومشهد تحبيه ويرجع يكررك فيه تاني.
الابعاد الطبيعيه بتاعت البني ادم. يعني عمرك ما هيبقى في حد في حياتك انا طول الوقت بحبه او طول الوقت بكرهه. ففكره الاختلاف وفكره البالانس والتوازن ما بين الطيبه والشر والدوافع والنتائج دي كانت بالنسبه لي محمسه قوي قوي قوي. طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق. ويعني انا متاكده ان احنا يعني كل مره كل دور كل عمل انا متاكده ان هتبقى دايما في جديد وفي اضافه انت بتضيفها ونورتنا. وانا سعيده جدا باللقاء ده. السعاده ليا ومبسوط قوي ان انا معاكم النهارده. انا اسعد. ميرسي احمد جدا. ميرسي ليكي. ما تحرمش.